سريعا من النادي المصري، لجنة من الشباب والرياضة بمجلس النواب تعاين استاد المصري. كل ما أتمناه أن يلعب النادي المصري على ملعبه حتى ولو بدون جمهور، نحن داعمين لذلك وبقوة. محمود السيد وإيزي إيميكا يتدربان انفراديا في النادي المصري. دي ماريا يغيب عن تدريبات النادي المصري للإصابة، ربنا يشفيه. المصري يواصل استعداداته لوادي دجلة، مباراة ستكون صعبة للغاية، ولكن للأسف طبعا هتتلاقي يعني ما زال المصري يبحث عن ملعب، عشان كده مباراة وادي دجلة هي ليست مباراته، مبارياته اللي ملعبه بتؤجل. إسلام إيكا يخضع للاختبار بالمصري، وأحمد عوض عضو مجلس إدارة المصري يؤكد مستعدون لملاقاة دجلة بأي استاد في مصر. والمصري يحيي ذكرى وفاة الراحل السيد متولي في ذكراه العاشرة، وغدا عندنا ملف مهم جدا عن سيد متولي، يا ريت الإعداد يكون سامعني. المصري ينفي التفاوض مع الكابتن ضياء السيد لتولي قطاع الناشئين، والكابتن ضياء السيد على مسؤوليته الشخصية ينفي أنه دخل في تفاوض مع النادي المصري. حصل بس على مسؤوليتي ومسؤوليتي معاك، لان الكابتن ضياء يعني اعتقد انه يعني مع احترامي لاخواتي في بورسعيد لن يقبل ان يكون رئيس قطاع الناشئين في النادي المصري. صح. فيعني مثل هذه التصريحات تقلل من قيمه الناس، وانا برفضها رفضا تاما. يعني ضياء السيد اسم كبير، كان المدير الفني لمنتخب للاتحاد لكره القدم في دوله الامارات ومدرب عام، خلاص فوضته ما فوضتوش، مش ضروري التصريحات دي للاعلام. ده رايي الشخصي يعني.